ليه؟ هذا بعد ما يمديني اعشقه. هذا الشيء الوحيد اللي يمديني اعشقه. القناع حقي انكسر. الله يستر، الله يستر. اهلا 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 اهلا. اي ولد، اي ولد ولد، روح يا شنب. كيف تجي بالعيد؟ كيف تجي بالعيد؟ في سلم هنا على السريع. واو، بغينا نجيب العيد. واو، اقول لكم شيء، تعال يا كلب امسك لك. اسلم، هلا بالعيال، هلا بالعيال، اهلا هلا بالعيال، هلا بالعيال. والله ترى اسفين يا عم. ايه الطريق من هنا ولا من فين ولا من اي زفت يا شيخ؟ مش كأنه ما يثبت، ما يثبت يا ناس، ما يثبت بالله. كم واحد امه ذي الحين؟ بالله يوخر عن مدخل يا حبيبي، ترى ابغى مر. ايوه، وكسر القناع حقي، اتوقع انه كسر القناع حقي. شكلي بقى جزمه، ما لقيت الا هذه. السلم، اهلا. طريقنا صح ذي الحين ولا لا؟ اتوقع انه طريقنا صح، الا اتوقع ما في الا هو. هذا نايم. صباح الخير. يخرب بيتك ديناميت، الله يخرب بيتك، ما صار له شيء. مشكلة ماني شايف شيء بسبة هذا المعوق، هذا المكسور. اهلا، كيف حالك؟ انا من وين اروح؟ من اي دحديرة اروح لو سمحت؟ من الدحديرة هذه يجي. اهلا 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 اهلا، صباح الخير، كيف الحال؟ في دخلة من هنا، طلع من هنا. والله ماني داري وين قاعد اروح، اقول لكم قاعد امشي كذا على مع الخلية شقرة. ما ادري هذا حق ايش، ما ادري هذا حق ايش. اوكي طيب، وبعدين اوكي بعدين. هو اصلا طريقنا مو من هنا. ما ادري من وين طريقنا، ويا اني مرتعب رعب مو طبيعي مره. طريقنا من ذا الاتجاه. اهلا، كيف حالك؟ ارجع لي ارجع لي ارجوك ارجوك، تعال. لا لا، امزح امزح، ما ابغاك، خلاص هونا. ايش هذا؟ دايناميت اللي طاح؟ ما ادري في شيء طاح تو. شكل هذا شيء ينفجر ولا شيء. لا ما اتوقع. اقول خذ يا حبيبي رقم 5، ما هيعطيني. افا، ما عندي دايناميت، فين راح؟ بس والله انا اللي بغيت اروح فيها مرة، بغيت اروح. اهلا، اقول هو شكله الحل من فوق، يعني ما لنا حل الا نروح فوق. ما ادري ايش الماسورة اللي تو يعني كنا قاعدين نتحكم فيها هذه، لكن شكلها شيء كويس. ما تسوي شيء. طيب وبعدين؟ ما ادري ايش وظيفتها. ما ادري مرة، ما ادري. فاين دوكيومنتس. طيب حبيبي،
يا شيخ موت، ايش القلق هذا؟ انا ما ادري ايش حشرني هنا بعد معاه. في دحديرة من هنا. اي والله انا قاعد اروح صح ذا الحين ولا غلط؟ من ذا الاتجاه، من ذا الاتجاه، ارجوك قول لي يمين. اهلا. اقول تعال خلني اتفاهم معك، تعال. بعد ما صرت قوي ابى اتفاهم معاه خلاص فقع، شفت كيف؟ انا مره قوي. انا ما ادري بس احس هذه الاشياء تفيدنا. اي وخر. المشكلة ما عندي ولا رصاص فبستخدم معاس. تعال 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 تعال، خذ لك خذ لك، ارجوك موت يا شيخ موت. ما صرت اثيوبي انت، الله يهديك. انا اللي هموت، انا اللي هموت. واو 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 يا شيخ موت. بدري هتقول لي في واحد ثاني، لانه خاص من جد لو في واحد ثاني ممكن اقفل اللعبه. اهلا اهلا، هذا غير اللي تو. كيف حالك؟ لا كيف حالك صدق؟ ما ادري ايش هذه لكن شكلها شيء مفروض كنا نفجره. يا اخوي انقلع، يا اخوي انقلع، خل الناس يشوفون وضعهم. اصبروا. هي كانت هذه اللي تكسر. ايه يا شيخ وخر. بطق الشيء حقكم، هذا شكله هو هذا الرسبون حقكم. طيب انا حاليا ما ادري ايش اسوي، وشكلي هفسخ ام القناع هذا. انا ما احس صار له فايده. ما عندي نتحرك من هنا. اهلا اهلا اهلا، كان في دخله من هنا واحنا ما درينا. او في مدكات واشياء كويسه بعد زبطناها. اهلا. افقع افقع. لا عشق الشوتجن هذا، عشان اي بني ادم يجي كذا يطف وجهنا وهي كلها طوط ولا شيء. اوكي نقول بسم الله. يا ام الفيل. والله يا اني فله بعد ما كنت داري عن المدخل. يا الله. الطيحه تقهر، طيحه مره تقهر. يعني مو معليش، مو بعد ما عرفنا المدخل خلاص ما احنا قادرين نمر منه. ايوه احد لاحظ تو ان ما احنا قادرين نمر اصلا من المدخل؟ يعني ما احنا قادرين نخش كذا لا من فوق ولا من تحت. طيب وين رجعونا؟ رجعونا عند البني ادم النايم اللي هناك. طب انت يا البني ادم النايم هتاخذ لك واحدة على راسك على كيف كيفك. كيف الجو اللي تو؟ والله مرة ما عجبتك القنبلة؟ خلاص المرة الجاية نعطيك هي بنكهة التفاح عادي. انقلع انقلع انقلع، وخر عني ارجوك. ما عندي ولا طلقة في الشوتجن. اوكي ما ادري هل هذا هينفعنا في ايش. ايوه شوف المكان هذا نقدر ننقز فيه نقزة عالية كذا. ايوه كان من اول. طب هذا ما عنده رصاص فيه ف نحول على ايش؟ على مسدس. اهلا. والله معليش صحيتك، كنت نايم انت ماخذ شهر عسل كذا ونايم فل امها. معليش. ايوه هذا يقدر يطلع لي هنا ويحشرني. اهلا يا الباب، ارجوك قفل الباب. ما في مفتاح كذا قفلنا يعني خلاص جوك.
مرة جوك بعد. أظن إنه لقينا ذي الحين الملفات الخاصة بالشي ذا. طب جوك ترمي يعني رجعه، ممكن أحد ثاني يدور على ملف تقوم أنت كذا تقفل عليه. وراس إعلان خوينا. أوكي. ليش الأدراج هذه بالتحديد؟ يعني ليش قاعد تفتح الأدراج هذه؟ ليش ما تفتح كل الأدراج؟ أيوة. ها. طب حتى ما فتح قاعد يطالع إيش مكتوب. بس كذا رمى. أهلا دي 6. كيف الحال؟ هذا اللي نبغاه. يلا يا بالشباب، هنلقى 20,000 واحد قدامنا ذي الحين. أيوة. غريبة. يا واد مو هج، يا واد مو سبيد، ترى ما انا قاعد اتحكم بس عشان اقول لكم الرجال مو سبرنت. والله فقع درايفنج تو سبارتا. I had found the D6 documents but Mila had not yet returned without his help. اوكي يقول انه لقى ملفات هذه بس خوينا ميلر باقي ما عود. ف فيا جوكم يا الثلج الخربان. اهلا الصبح الليل. اوكي ايوه هرب الليل. تكفى الفزع اللي تو. اهلا. اح حتى باقي عيونه خضرة زي ما هي. جوه وحش عيونه خضرة. اهلا خوينا ميلر. شكله يقربنا من نهاية اللعبة على فكرة، لأنه هو اللعبة ذي الحين قاعد تحكي ذكريات. ف لأنه بداية اللعبة أذكر إنه كان الوضع في الليل كذا وبدأ يتحاربون، بعدين قال من 6 أيام صار كذا وبعدين بدأت اللعبة طبعا. ف حنا في الشابتر الخامس. يا والله دخل جو مع اللعبة مرة. هذا المكان حقهم سبارتا، هذا اللي هو الاوت بوست، مو تحت الانفاق فوق الانفاق. اهلا يا اخي. دقيقة انا بس بتأكد شيء من الاعدادات حقت الفيديو. كواليتي فيري هاي. طب ليش كذا قاعدين نشوف الجرافيكس؟ شيء مو عاجبني. ما ادري شكل ملخبط بين حقت لاست لايت. طيب وش تبي؟ لوك اراوند ذا رينجر بيس جو فايند ميلر. هذا ميلر بس خلنا اول شيء نسوي ريسبلاي يا زميلي. اهلا يا ليكل عليه سكوب. واو هنا العده. واو والله ياخذ كل شيء بس دام انه وات ايفر اي لايك خلاص كل شيء. والله هي شكلنا داخلين على حرب ضروس مره ضروس بعد. والله اوف كنا نحتاج كل ذا لامو يا شيخ. ايوه اوق يا ولد. ايوه ايوه جي. اوكي ما يمدي يطلع السلاح هنا. ايه طيب هذا اي جي حلو. هذا ايش؟ اي كي مسدس شوتجن. هذا الشوتجن الاوتوماتيك ناخذه عجبني. هذا ايش؟ اوه والله شكله فخم ذا. والشكل فخم لكن ما ادري الاداء كيف. لكن شكرا شكرا. يقول انك مستحيل تلاقي زي كذا في المترو في الانفاق.
فهذه يعني الأشياء الفخمة مرة نجيبها هنا. يا ميلر كيف حالك؟ خلصنا قضينا يا ولد. فين ميلر؟ ولد لا أنت ولا هو ميلر. وين ميلر؟ توقع هذا هو ولا؟ أهلا، إيش جوك أنت قاعد تقطع؟ والله في دور ثاني بعد. إيش عندكم؟ Okay. Okay. There's not much useful in here. Just hints at most. Although it does show the way to D6. That's our destination then. Are you ready? والله جاهزين يا ولد. Let's go. So, how are we faring? يقول إنه. Is everything ready? The firewood's done. Vladimir. The gear is ready. You guys. Ready. Saddle up. Oh, hello. باكونيا. طيب هو يقول انه لقى في الملفات هذه يعني ما في شيء مفيد، لكن لقى انه او ما في تلميحات عن ايش هو دي 6 اصلا، لكن لقى طريق لدي 6. ف شيء رائع، لقينا الطريق للمكان اللي بنروح له. تشابتر 6 دي 6 نايس. دارك تانل ويل راتل اند ذا سميل اوف ديث. That's how our journey to D6 began. يقول هذه. According to the map, there are several ways of reaching D6. حلو. Now the closest one is through the facilities near Kievsk. طيب. Okay, we try that route. طب إيش عيوب المكان هذا؟ يقول إنه في طرق كثيرة للدي 6 هذا، بس أقرب مكان هو من طريق اسمه كيفيسكا. Rumor has it they survived. No longer resemble humans. They also say something strange has been sighting in those tunnels. Some kind of fog. أيوة. يقول إنه الطريق ذا اللي هو أقرب طريق. أسلم. Vladimir lost all his family in the tunnels. He doesn't remember anything what happened. Artyom. What's up? Artyom. Hey people. يقول عيب الطريق هذا حق كيفيسكا هذا انه كان فيه متفجرات، وبرضه كان فيه شيء اسمه الضباب. الضباب هو هذا هو الشيء اللي جانا كذا فجأة. الضباب كذا يقولون ضباب ما يحولك بشري، متفجرات يعني. أيوة. أيوة. أهلا. شو؟ طيب نمشي. ولد في طريقين. أرتيوم. أي خل نرجع، خل نرجع لهذا. اسحب. أرتيوم. أيوة. أرتيوم. أرتيوم. ها. والله بغينا نروح مع خوينا الشرير. واو بغينا نروح مع خوينا الشرير. أيوة. يجي. Are you okay? Oh, well, you should have given us a scare. Wow. هذا هو الضباب. Who is that? Hey, can you stand up? Hey, ما عليكم ما عليكم، اوقف اوقف يا عيال، ما عليكم، ما اقدر اوقف. ما سويت الا الواجب، يلا كفو كفو، انتم كويسين. طيب يا ابوي اوقف، مو تقوم تضارب معي. ايوه، وصلنا. اهلا. هذا هو الطريق والضباب ومتفجرات وما ادري ايش. الله جوكم مخيس. اهلا بالفيران. واو يا الرعب.